البنات، كي دايرين؟ صباح كل شي مزيان. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وان فورم وفي احسن الاحوال. انا رجعت لكم باش نتشارك معكم كيف ما وعدتكم لي برودوي او المنتوجات اللي خديت البارح من اكسيون. ما صلحش لي ندير كل شي في لا فيديو د البارح لان فريمون جات طويله، دونك فضلت انني نقسم لا فيديو على جوج. دونك بالنسبه للاكسيون بغيت نشارك معكم واحد المعلومه مهمه بزاف، هي ان البنات اللي عايشين هنا في المانيا فبامكانهم يشريو بزاف المنتوجات او المنتوجات اللي بغاو من لو سيت اكسيون. دونك كاين لو سيت اكسيون، كيدخلوا ليه وكيختاروا المنتوجات اللي بغاو وكيختاروا الفيليال ديال اكسيون اللي قريبه ليهم، وكتجيهم بيان سور الباكيت ديالهم حتى لديك الفيليال يعني المحل ديال اكسيون الاقرب ليهم، وكيمشيو تما بيان سور وكيريكوبيريوها. دونك هذه حاجه مزيانه، يعني رغم ان لي غيون مسدودين، اغلب لي غيون مسدودين، فبامكانكم تشريو بيان سور اونلاين. والحاجه الثانيه اللي بغيت نشير ليها هي ان ماشي كاع لي ماغازان اكسيون سادين هذوك لي غيون. كاينين كلكو فيل اللي فيهم الماغازان او المحل اكسيون حال لا ماجوريتي دي غيون، وبما فيهم بيان سور لي غيون ديال المعن او الاواني المنزليه يعني ابار لا ديكوراسيون. انا كنت اتصلت بيا واحد الصديقه ديالي من بعد ما شافت لا فيديو د البارح، وقالت لي بان اكسيون استغربت ان المحل اللي حدانا حنايا يعني سادين فيه دوك لي غيون الوغ كو هما لا. فوالا، دونك غنبدا معاكم بالتنظيف مواد التنظيف. دونك كيف قلت لكم هذا هو جافيل اللي ما كنستغناش عليه، ما كنجيبش غير واحد، كنجيب بزاف باش يبقاو عندي ما نبقاش كل مره غاده جايه. فهو سهل في الاستعمال كيف قلت لكم، وفعال جدا يعني بالنسبه للاستعمال ديالو، فهو تري براتيك كيف ما كتشوفوا هانتوما القرعه ديالو كيفاش دايره، فما كتوسخوش كاع حوايجكم فاش كتكونوا كتخدموا به. وكيف قلت لكم راه صالح للسانيتير ديال الحمام، سريبته ديال الكوزينه، يعني متعدد الاستعمالات. بيان سور البنات ديروا لي غون باش ما تخرجوش على يديكم. انا ما كنتش كنستعمل لي غون في الاول، ولكن فريمون خرجت على يديا، جافيل الصراحه راه كي ابيمي لي مان. دونك حاولوا على يدياتكم وديروا لي غون. الوغ والحاجه الثانيه هي هاد فانيش اللي قلت لكم كنستعمل انا السائل، لان ما كيخليش الكالكاري تكون في لي ماشين لافي. كما بامكانكم تستعملوا لابودغ، كل واحد شنو كيفضل. الصراحه انا هذا كيبان لي افيكاس لي طاش، ما كاينش شي برودوي احسن منه اخر، يعني واخا الالمان بيان سور لي ماغازان فيها موجودين فيهم لي برودوي ديال لي طاش وديال هذا، يعني ما عطى الله لي برودوي لا في الدي ام لا في دوطخ ماغازان، كاين بزاف ديال لي برودوي. مي انا فانيش ما كنتخلاش عليه مني كنت في المغرب وانا كنستعمله، فانا وفيه ليه. سينو بالنسبه لمعطر الجو هذا نسيت ما شاركتوش معكم البارح في المغازه، ما بانش ليا الصراحه، مي زوين بزاف هذا ديال القرفه والتفاح، يمكن لكم تجربوه. دونك ديال هاد لا مارك فيبريز ولا فيبريت ما عرفتش، المهم زيد اوف دويتش لا كتقرا تسيت. المهم هاد لا مارك هادي ها هي كتبان لكم مزيان، هذا ديال التفاح والقرفه زوينه ريحتو. وهذا اللي قلت لكم البارح، هذا صراحه راه ما كاملاش حتى 2 اورو ونص الثمن ديالو، وهذا ما كاملش 2 اورو ديال لافاني والماشمالو. فوالا، وهذا المعطر ديال الفيسي يمكن لكم تستعملوه حتى هو، زوين بزاف ورخيص، راه ما كاملش حتى اورو، فيه جوج، والصراحه الريحه ديالهم قويه بزاف وزوينه. كاين هذا وكاين واحد اخر فيه الغوز، واحد الغوز فيشيا والبلو بلاو بلو بلاو اوف دويتش والبلو، يعني تقدروا تستعملوا لي دو. دابا نوريه لكم المره الجايه، زوين بزاف البنات ورخيص بارابور لي زوتر اللي كيتباعوا في لي زوتر ماغازان. ودابا غنجي لكم الاحسن المنتوجات اللي انا فرحت بهم بزاف فاش لقيتهم البارح، اللي هما هاد الشميعات. هذه الصراحه الريحه ديالها زوينه بزاف، فيها بحال ريحه العود. المهم هما كاتبين فيها هنا امبر دو، ولكن راه فيها واحد الريحه خطيره البنات، شوفوا الشكل ديالها شحال زوين وانيق. وهذا الغوز انا راه من لي فان ديال هاد لا كولور هادي، كتعجبني بزاف. خديت بيان سور هاد الشميعات الاخرين اللي معروفين ديال لافاني، وكيبقاو كيف قلت لكم ما عقلتش واش قلتها لكم ولا لا، كيبقاو 4 السوايع. الا خليتوها تحرقات كامله كدوز واحد المده ديال 4 السوايع، وبيان سور راه كاينين ديال 6 سوايع، كاين ديال 8 سوايع، على حسب لا كاليتي د الشمع وعلى حسب الثمن ديالو
في لي ماغازان الاخرين بحال ايكيا بحال دوطخ ماغازان سينو، وما غاليينش هادو خلاص في اكسيون، راه كيبقاو. انا كيجيني زعما احسن الاثمنه ديال الشموع كاينه في اكسيون، ما كايناش في شي بلاصه اخرى. ايكيا حتى هي فيها اثمنه مزيانه ولكن اكسيون كتبقى رخص. وخديت هادو، هادو خديتهم لا طابلا مونجي ولا لا سالا مونجي. دونك هادو في الدوغي هكا، صراحه ما عقلتش على ثمنهم، حتى هما ما غاليينش بزاف، ولكن هاد الدوغي كيعجبني. بالنسبه لهاد الزليفات اللي كنت وريتكم، اختاريت في الاخر هاد الشكل هذا لان عندي على شكل قليبات، وعندي شكل مربع، يعني هذا جاني شويه مختلف وما عنديش. وفيهم ثلاثه كيف قلت لكم، انا غنحلهم معكم باش تشوفوا كيفاش دايرين من الداخل. فوالا البنات، ها هما الشكل ديالهم من الداخل، ما فيهمش واحد البياض ناصع، شي اللون ديالهم شويه مزوينين الصراحه، تقيقلين، ولا ماتيغ ديالهم باينه صحيحه، ماشي داكشي ديال سلك وعدي. وبيان سور بالنسبه للثمن ديالهم راهم كيبقاو رخاص بزاف، غابور كاليتي بري راه مزيان. ثلاثه دليفات ما كاملاش حتى 2 اورو، يعني راه سان بري امباتابل. فوالا الوغ، هاد لابغوس هادي كنت ديجا وريتها لكم البارح، ديجا عندي وحده وزدت وحيده، زوينه بزاف البنات، كتقدروا تخدموها على جوج جويهات. هادي اللي فيها هاد الشعيرات هادو، نوريكم مزيان فوالا. وهاد الجهه اللي فيها هاد سيليكون، صراحه زوينه، كتغومي مزيان، وفي نفس الوقت كديروا ان بيتي ماساج لو فيزاج ديالكم بيان سور اون نيتوايون، باش تتحركوا ولا كتنشطوا الدوره الدمويه ديال لو فيزاج. وبالنسبه لهادو قلت لكم ديجا كانت عندي هاد الغوز وكتعجبني، يعني زدت هاد كيعجبوني هادو، مهمين بزاف صراحه، ملي كيبغي الواحد يدير ان ماسك ولا شي حاجه ميبقاش شعرو مبرزطو، دونك كيجمعوا الشعر. خديت هاد البلو، هادي حتى هي لا كولور ديالها زوينه، صافي. دونك هادشي اللي خديت هنا، الله يجعل البركه. بالنسبه لي برودوي اليمونتير ولا المواد الغذائيه اللي شرحت لكم البارح، اللي هضرت لكم عليها البارح، كيف قلت لكم هاد اللوز هذا ها هو ديجا عندي. وبالنسبه لنواد كاجو حتى هو راه زوين وبنين، وما كاين لا ريحه الغموليه لا حتى شي حاجه البنات، والله الا كاليتي زوينه. هاد لي فروي ساك عندهم بالضبط هاد الجوج هادو، صراحه انا الكركاع مازال ما جربتوش ديالهم، مي هاد الجوج كناخذهم ديما من عندهم، زوينين بزاف وعلى حسابي. باغ كونطخ هاد الحمص حتى هو راه ديجا هضرت لكم عليه، وهاد النوتيلا الشهيره معروفه هادي كناخذها غير نزار، كيعجبوي يلعب بها مع لي كريب وداكشي، فماشي يلعب بها وانما كيبغي يخدمها حيت صغيوره زعما بحالو. هادي البصله اللي قلت لكم عليها، البصله اللي ديجا مقليه واجده بيان سور، كتعطي واحد القرمشه زوينه البنات في لي ساندويتش وفي لي برغر، كيف قلت لكم تقدروا تزيدوها في الكبسه ولا شي حاجه هكا اللي كتعجبوا الكبسه بالبصله بيان سور. وهذا لاصوص اللي هضرت لكم عليه، دايوغ راني هضرت مع واحد الصديقه ديالي البارح، شافت لا فيديو وقالت لي بان حتى هذيك لاصوص اللي وريتكم في الاخر من نفس لا مارك ديال فولكانو، اللي كانت مصوره فيها الثومه والحار وواحد ورقه موسى الله اعلم الا كان عقلي ينفعني، كانت يمكن ورقه موسى، المهم سميتها فولكانو، زوينه بزاف. قالت لي صديقتي راه حتى هي خطيره وبنينه، اللي بغى يجربها. والبوب كورن ها هو هاد البوب كورن، غنعاود نقول لكم نفس الهضره عليه، راه كيوجد في 3 دقائق في الميكروويف ولا في الميكروفيل ولا الميكروووند كيف كنقولوا اون فرونسي، دونك ساهل بزاف التوجد ديالو، وتقدروا تفرحوا وليداتكم بان ساشي في العشيه هكا مع الكوتي ولا هذا، ديروه ليهم. دابا الوليدات كيعجبهم هاد الشيء، الصراحه هو احسن من لي شيبس بزاف، كيبقى صحي وكيستمتعوا به الوليدات، هاد الشيء اللي كاين. فوالا البنات، ما غاديش نزيد نطول عليكم، انا كنتمنى يكون هاد الفيديو عجبكم، وبيان سور غادي نعاود نشارك معكم جوله واحده اخرى في اكسيون حتى يحلوا ان شاء الله، وعندي بزاف لي ماغازان باغا نشاركهم معكم هنا في المانيا غير يحلوا، وغادي تكتشفوا معايا بزاف لي برودوي زوينين ان شاء الله. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه بزاف، وكنقول لكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. شكرا بزاف، مع السلامه، يكون يومكم سعيد.